سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم عملت حاجه مزيانه للصغيرات بعد ما يجوا من المدرسه. مكوناتها هما زوز تفاحات، لوز مبشور، سكر فانيليا، باستا سفوليا هي العجينه الحاضره، سكر بودره. قطعنا زوز تفاحات مبشور، بعد ما كملنا برشنا كعيبتنا الكل حطوهم على تنجرة وفي النار، زيدوهم السكر، ونحركوا تكون بحليب. عصير الليمون شوية مش برشا، نزيدوهم شاسي سكر فانيليا كامل، نشوفوا البنات بدا يطيب. بعد ما طابلنا الطريقة هذه عندها رائحتها بنينة على الاخر ريحتها. حطوا شوية اللوز مبشور، حطوا